أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بالنسبة للنجاسة، هل تطهر بغير الماء؟ وهل البخار الذي عند الغسالين وتغسل به الثياب والأكواد مطهرة لهذه النجاسة؟ إذا كان البخار طاهرا وفيه ماء طهور وأزال أثر النجاسة ولم يبق لها عين ولا ريح ولا لون، فإنه يطهر بذلك. نعم.